دايما ببقى مستغرب الناس اللي بتقول عليها العشرة وبتقول عليها الكلام الحلو وجدعانة والمواقف كلها اللي انت عملتها معاها، زي الناس اللي بتيجي تبقى فرحانة قوي بحوار لما تيجي تقول لك انا ماليش عزوة ولا غالي ماليش كذا، وبيبقوا فرحانين قوي فخورين وفاكرين ان دي حاجة حلوة، وهي في الاصل اصلا قلة ذوق وقلة تربية. ده الرسول قال عليهم اذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، هم دول بالظبط كده. فالناس دي يا جدعان خلوا بالكم منها اول حاجة، وحبوا اجي لهم لو في حد كده فعلا انت كده مش حلو، يعني انت كده شخصية مش حلوة، شخصية ما تتحبش اصلا وما تتعاشرش وكل الناس تبقى كارهاك، ولما تيجي سيرتك في اي قعدة او في اي مكان سواء ولد او بنت ما بيتقالش غير ان هو عيل خبيث، عيل ما حدش بيحبه، سيرته ما بتجيبش سيرة حلوة يعني. فيا جدعان نبعدوا عن الناس ديت، واللي شايف ان دي حاجة حلوة وفخور بيها قوي كده لا انت كده غلط، وانت كده شخص قليل الذوق مش اكتر.